غصب عني يا فندم. ولا انت ماشي خلف خلاف زي المحامي بتاع المسرحية اياه؟ لا والله يا فندم، انا كنت مجبر، ولولا الجلسة دي الله اعلم انا كنت خرجت ولا لا. انت عملت حادثة؟ تقريبا يا فندم. ودي اثرها اللي على وشك؟ يا ما الهدوم بالدار يا فندم. احنا جاهزين عشان نسمعك يا استاذ مصطفى. لو سمح لي سعاده الرئيس، ممكن لحظه قبل ما نخش في تفاصيل القضيه؟ خير يا دكتور. ده مستند يثبت ان جميع الموكلين في هذه القضيه سحبوا توكيلاتهم الاستاذ، بل وايضا تنازلوا عن القضيه. ده صحيح. انا اشكك في صحه هذا المستند يا فندم. على كل حال جميع الموكلين موجودين، ممكن سعادتك تسالهم بنفسك. مين الموكلين اللي سحبوا توكيلاتهم من الاستاذ؟ دول موكلينك يا استاذ؟ ايوه يا فندم. طب اختار لنا واحد يتكلم عنه. اما عبد العال، تعال هنا يا ريس. اسمك ايه؟ عبد العال ابراهيم توكل يا باشا. بلاش حكاية يا باشا، دي الألقاب اتلغت من زمان. حاضر يا باشا. أنت سحبت توكيلك من الأستاذ؟ أيوة يا باشا. ليه؟ والله يا باشا احنا سمعنا إن الأستاذ ده سمعته وحشة، بتاع مخدرات ودعارة، وسبق إنه اترفد من النيابة بفضيحة، ما كناش نعرف إنه كده. يعني أنت سحبت القضية من عنده وهتوكل محامي تاني؟ لا يا باشا، احنا ناس مشروطوع قضايا ولا دياولة. ده حكم ربنا يا باشا. حد يقدر يقف قدام حكم ربنا؟ الحكومة دفعت لكم فلوس؟ طبعا يا فندم، خدوا التعويضات القانونية. ايوه يا باشا، اخدنا تعويضات والحمد لله، محدش بياخد اكتر من اللي مقسوم له. طب اقعد يا راجل. ايه يا استاذ مصطفى، قلت ايه في الكلام ده؟ اعتقد يا سعادة الرئيس انه لم يعد هناك مجال للكلام، وانه بعد ان ثبت عليه عدالتكم انسحاب الموكلين من القضية، فان القضية نفسها اصبحت غير ذات موضوع. لو سمحت لي يا سيادة القاضي. عاوزة تقولي حاجة؟ ايوه يا فندم، انا اسمي فاطمة عبد الحميد مصطفى، باحثة كيماوية في المركز القومي للبحوث، وام للتلميذ سيف ابراهيم شوكت، واحد من الاصيبوا في حادثة القطر. ايوه يا ست، وعاوزة تقولي ايه؟ عاوزة اوكل الاستاذ مصطفى خلف في قضية ابني. التوكيل ده لازم يتسحب بأي طريقة، فاهم يا دكتور إبراهيم؟ أمه هي ولية أمره. قول لي سعادتك أعمل إيه؟ اعمل اللي تقدر عليه واللي ما تقدرش عليه. هددها بالطلاق. هددها إنك هتاخد منها الولد. هو الولد عنده كام سنة؟ 14. بس لو اتطلقت يبقى الولد من حقك. هي دي الطريقة اللي هنضغط عليها بيها. ربنا يسهل يا فندم. أنا عايز أسمع أخبار كويسة. إن شاء الله. وأسمعها بسرعة. أوكي يا أبو خليل؟ السلام. مستحيل يا ابراهيم، انا خلاص عملت التوكيل. فاطمه ارجوكي، انا موقفي حرج جدا في الحزب. اسف ما اقدرش. انت كده بتحطمي كل اللي عملناه في ال 15 سنه اللي فاتوا. مش يمكن بكون بصلحها بانك تقفي جنب مجرم زي ده؟ تنسيتي هو عمل فيك ايه؟ نسيتي كنت كرهاها قد ايه؟ ممكن أكون ظلمته زي ناس كتير ما ظلموه. الواحد بيغلط كتير في حياته يا إبراهيم، ولا أنت معصوم؟ الراجل ده قالك حاجة عني؟ راجل مين؟ مصطفى. مصطفى عمره ما جاب سيرتك لا بالطيب ولا بالراضي. ممكن أنام بقى؟ مش قبل ما نحل المشكلة دي. أنت عاوز إيه يا إبراهيم؟ عاوزك تسحبي التوكيل. وإذا ما سحبتوش؟ هضطر أقولها لك بصراحة، أنا يا هو. بس قبل ما اتجاوب احب اقول لك انه من المستحيل يكسب القضيه اللي رافعها دي. الحكومه والحزب مش هيسمحوا له انه يكسبها. فارجوكي ما ترهنيش على الحصان الخسران، وفكري في مصلحتك ومصلحه الولد. خلصت كلامك؟ ايوه. وانا مش ممكن امنع اب يدافع عن حياه ابنه. يبقى اللي بينا انتهى. اللي تشوفه يا ابراهيم. انت طالع يا فاطمه، طالع.
الأستاذ مصطفى قدم توكيل عن التلميذ سيف إبراهيم شوكت، وبالتالي القضية بقت ذات موضوع يا دكتور عبد النور. أيوة. تحب تقول حاجة؟ كلامي حقوله في المرافعة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سيد الرئيس، أنا مش هقول حاجة أكتر من بعض المعلومات لكي تستنير عدالة المحكمة وتعرف من هو المدعي ولماذا هو مصر على دعواه. الأستاذ مصطفى خلف بدأ حياته في سلك النيابة وكيلا للنائب العام، وهو منصب له قدسيته وجلاله، ولكنه يا للأسف لم يستمر في هذا المنصب سوى عام واحد ثم فصل وطرد من النيابة. ولماذا؟ بتهمة الرشوة. أكرر، بتهمة الرشوة. هذا هو المدعي في سن الأمل والحلم والتمسك بالمثل والمبادئ العليا. ثم عمل بعد ذلك بالمحاماة واندفع بكل طاقاته يترافع عن تجار المخدرات والعاهرات، مستخدما ذكاءه الفطري في قلب الحقائق والبحث عن ثغرات القانون. وثالثة الأهداف، الأستاذ مصطفى خلف انقلب على قضايا التعويضات، صاحب ملك الموت أينما حل، يغري الذكاءه والمصابين لحظة مصابهم الأليم، ويأخذ بطرقه الملتوية الشيطانية التوكيلات ويترافع عنه ويصرف التعويضات الكبيرة ولا يدفع لهم شيئا منه. ولدينا سجل طويل بهذه القضايا أرجو ضمه إلى ملف القضية. وليس هذا فقط، بل هناك دليل حي لا يقبل الشك. معنا هنا في هذه القاعة إحدى ضحايا الأستاذ، وهي على استعداد لأن تدلي بشهادتها لعدالتك. ربنا يوريني فيك يوم يا مصطفى يا خالة. روح اللي هينتهم منك يا حرامي. اوعى كده يا حرامي يا ناوي. ولقد قام العديد من ضحايا الأستاذ برفع القضايا عليه يطالبونه بالتعويضات التي استولى عليها لنفسه وبدون وجه حق. وانني اتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة مثبت فيها ارقام هذه القضايا وتواريخها بالضبط. ارجو من عدالتكم ضمها الى ملف القضايا. اكتفي بهذا القدر. اما باقي فضائح الاستاذ ومخازيه فمثبته في المذكرة المقدمة منا. واني اشكر عدالة المحكمة سعة صدرها وحسن استماعها وشكرا. ترفع الجلسة للاستراحة وتعود للانعقاد بعد ساعة. مش هقول حاجة، مش عايز صحافة. مش هقول حاجة ومش عايز صحافة يا جماعة. السلام عليكم يا حبيبي. أظن صاحبك دلوقتي ما عادش يقدر ينطق. ينطق ازاي مع الباشا بعد الفضائح دي ويقول ايه؟ مش كده؟ بس في حاجة سعادتك طازه، بس معرفش تكتفيت سعادتك ولا لا. ايه؟ عارف حضرتك الست اللي واقفة معاها ومقدمة التوكيل الوحيد اللي فاضل له. ايوه، مرات الدكتور ابراهيم شوكت. مال؟ دي كانت مرات مصطفى، والواد ابنها يبقى ابنه اللي ما كانش يعرف عنه حاجة من 15 سنة. ابنه؟ طب اقعد 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 هو اللي الحكاية. اقعد. محكمة! لو سمحت لي يا سعادة الرئيس. ايه يا دكتور؟ انت مش خلصت كلامك؟ فاضل حاجة واحدة، معلومة هتنور هيئة المحكمة. من غير تطويل. من غير تطويل. ثبت لدينا يا سعادة الرئيس ان المدعي ترك ابنه الوحيد ليكتب باسم شخص اخر ينفق عليه ويرعاه طوال 15 عاما هي عمر هذا الابن اللي هو رافع له القضية دلوقتي. والآن فقط يأتي ليطالب بحق هذا الابن في التعويض. هل هذا معقول؟
أين حمرة الخجل؟ أين كان الأستاذ طيلة هذه الفترة؟ أين كان هذا الأب حينما كان الطفل ينمو ويترعرع في كنف رجل غير أبيه؟ الكلام ده مظبوط يا أستاذ مصطفى؟ للأسف نعم، بس أنا ما كنتش أعرف إن ليه ابني عشان أتخلى عنه ولا أسيبه عشان يكتب باسمه حد تاني. في حاجة تانية عاوز تضيفها يا دكتور؟ لا يا فندم، أنا بس حبيت أنور المحكمة عشان يبقى قدامها كل الظروف اللي توضح لها من هو المدعي ولماذا يتخذ هذا الموقف. طيب أستاذ مصطفى اتفضل. أشكر أستاذي وزميلي الدكتور عبد النور الذي أتاح لي هذه الفرصة لأعلن كل خطاياي أمامكم وعلى الملأ لعلي أتطهر منها. نعم أنا مثال للمحامي الفاسد، بل أكثر فسادا مما يتصوره أستاذي. أنا ابن لهذه المرحلة والمراحل التي سبقتها، تفتح وعي مع التجربة الناصرية، آمنت بها ودافعت عنها، فرحت بانتصاراتها وتجرعت مرارة هزائمها وانكساراتها. هنت عندما هان كل شيء وسقط كما سقط الجميع في بئر سحيق من اللامبالاة والإحساس بالعجز وقلة الحيلة. أدركت قانون السبعينات ولعبت عليه وتفوقت، تاجرت في كل شيء، في القانون والأخلاق والشرف. أنا لا أنكر شيئا ومستعد للحساب وتحمل المسؤولية، بل أكثر من ذلك أعترف أمامكم بأنني دخلت هذه القضية طامعا في مبلغ تعويض ضخم. لكني اصطدمت بحالة خاصة شديدة الخصوصية جعلتني أراجع نفسي، أراجع موقفي كله، أراجع حياتي وحياتنا. اصطدمت بالمستقبل. نعم، صبي من الذين حكم عليهم أن يكونوا ضمن ركاب أتوبيس الموت، رأيت فيه المستقبل الذي يحمل لنا طوق نجاة حقيقي. رأيتنا نسحقه دون أن يهتز لنا جفن، نقتله ونحن متصورون أن هذه هي طبائع الأمور. فكان لابد لي أن أقف وأصرخ إن هذه جريمة، جريمة كبرى لا بد أن يحاسب من تسبب فيها. إني لا أطلب سوى محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن قتل 20 تلميذا لم يجنوا شيئا سوى أنهم أبناؤنا، أبناء العجز والإهمال والتردي. كلنا فاسدون، كلنا فاسدون، لا أستثني أحدا حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة. سيد الرئيس، كل ما أطالب به أن نصلي جميعا صلاة واحدة لإله واحد، إله العدل الواحد الأحد القهار. لست صاحب مصلحة خاصة وليس لدي سابق معرفة بشخوص الذين أطلب مساءلتهم، ولكن لدي علاقة ومصلحة في هذا البلد، لدي مستقبل هنا أريد أن أحميه. أنا لا أدين أحدا بشكل مسبق، ولكني أطالب المسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة بالمسؤول أمام عدالتكم لسؤالهم واستجوابهم. فهل هذا كثير؟ أليس بشرا خطائين مثلنا؟ أليس قابلين للحساب وللعقاب مثل باقي البشر؟ سيد الرئيس، أنا ومعي المستقبل كله، نلوذ بكم ونلجأ إليكم، فأغيثونا، أغيثونا، أغيثونا والله الموفق. الحكم بعد المداولة. انت فاكر نفسك في امريكا؟ عامل ايه فيها مصطفى كامل؟ مصطفى كامل كان مصري يا دكتور، ما كانش امريكا. كامل انشا الانتحار ده ما يسويش مليم. بركه في سعادتك انت اللي علمته لنا. انت تلميذ فاسد
ومحامي فاشل. يا فاكر المحكمة هتاخد بالكلام بتاعك وشرفي ده كنت شاطر من اسر الندى المحامين ومنعك من دخول اي محكمة طول عمرك. وايه رأي حضرتك في سر القضية؟ لو كان القضاء بياخد بالكلام الانشا ما كانش حكم في اي حاجة، في وقائع داخلة في صلب القضية. تفتكر هتستدعى الحكومة للمثول امام المحكمة؟ مستحيل، هو كلام فارغ ولا لا عيال؟ اوعى. كم بلغت مدة اعتقالك؟ لو سمحت يا استاذ، فكر المحكمة هتحكم بايه؟ يا استاذ لو سمحت يا استاذ، يا استاذ وفد من النقابة هو جاي يقف معاك، ولجنة الدفاع عن الحريات، وجمعية حقوق الإنسان، والأحزاب كلهم بعتين مندوبين، ناس كتير وراك يا مصطفى. وانتي؟ أنا كمان معاك، ما تخافش يا مصطفى، مش هتبقى لوحدك، المعركة طويلة ولسه قدامها كتير. هما دلوقتي في أوضة المداولة، الحكم هيصدر النهاردة، لابد من التدخل فوراً، لازم نعمل اي حاجه ولا بالتليفون، مفيش وقت.